مشاهدينا الله معكم عن جديد، احنا وياكم وصلنا الى الفقره الرابعه والاخيره من لقائنا المباشر على الهواء ضمن برنامج نور جديد على نور الشرق. معنا اليوم موضوع فعلا الكل ناطره، قديش نحن بحاجه لرحمه الله وللاعلان عنا بمجتمع هالقد صار في ظلمه في عتمه، نحن حتى نكون شهود ورسل لنور وكلمه الله الحقيقيه. رح نتعرف نحن وياكم مشاهدينا بداية على حضرة الأب ميلاد السقيم، هو مرشد عام جماعات الرحمة الإلهية في لبنان. الله معك أبونا وأهلا وسهلا. رانيا الله يحفظك. كمان معنا السيد إلي أبي كرم، هالشاب الطموح وهو مسؤول اللجنة الأرضية لتحضير مؤتمر الرحمة الإلهية في لبنان ومسؤول عن فريق رح تخبرنا أكثر تفاصيل بجديدة هالمنطقة جيراننا. يعني إلي أهلا وسهلا فيكم ومشكورين أنتم وكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا فعلا جنود مجهولين لإنجاح المؤتمر يلي رح تعطينا تفاصيل عنه أبونا، بيبدأ يوم الخميس المقبل وبيمتد لغاية الأحد من 16 ل 18. فإذا من 16 ل 18 آب رح نترك الكلام لك أبونا العنوان العريض لهالمؤتمر، الزواد الروحية اللي ناطرين ناخدها، وقديش رح يكون في فرقاء مشاركينا من الدول العربية. العنوان المؤتمر أرسلني حاملا كنوز رحمتك. المؤتمر الأول كان بمصر وحضرتك رانيا كنت مواكبتينا مع تل المير، كان بعنوان الرحمة هي رسالتنا ودعوتنا. إجا عنوان لبنان، مؤتمر لبنان، تيكمل مؤتمر مصر. أرسلني حاملا كنوز رحمتك. كل واحد منا عنده كنوز، ولكن هالكنز كله سوا هو يسوع المسيح ورحمة يسوع المسيح. فكل واحد منا بيختبر هالكنز ولازم ينشره بطريقته ومن خلال عبادة الرحمة الإلهية. هالمؤتمر هو كتير حساس بوضعنا نحن اليوم يلي العالم عم يبني فيه للأنانية للحروب للاضطهادات. نحن اليوم عم نبشر عكس ما بتبشر فيه أوقات وسائل الإعلام المغلوطة يلي بتفزع الإنسان وتخوفه. لا، يسوع المسيح اللي عنده إيمان بيملك إيمان يسوع المسيح، مش لازم أنه يخاف. كما أنه هالمؤتمر معمول تيكون مع دول العربية للشرق الأوسط، مشارك معنا عدد كبير من مصر وعدد كبير من الأردن ومن العراق من سوريا، الأشخاص الموجودين على أرض لبنان. كما أنه مشارك في دول أوروبية ومن آسيا، من أفريقيا، من فلبين، من ليتوانيا، من روما، موفد من قبل الفاتيكان، لأنه نحن دائما تحت نظر الأنجيل الجديد دائما بيكون في ممثل من الفاتيكان بمؤتمراتنا. إلى جانب أكيد أساقفة من لبنان يلي هو سيدة مطران أنطوان نبيل العنديري كونه مطران أبرشية، وبنفس الوقت مطران بولس روحانا كمان لأنه ضمن الأبرشية البطريركية اللي قريبة علينا. في معنا وفد من بولونيا، وفد من أمريكا، وفد من كندا، وفد من أستراليا، وإن شاء الله ما أكون ناسي حدا، بس هودي هني دول حبت تشارك بمؤتمرنا شرق أوسطي. رح تكونوا ببيت عين عنيا أبونا. المميز في هالمؤتمر حيكون الإقامة الدائمة ببيت عنيا السكن، بس تحت حماية كل يوم العذراء. حيكون أكيد، وخاصة بنهارة رح نطلق المؤتمر يوم عيد السيدة. حلو، نطلب دائما حمايتها. حيكون الافتتاحية بجبل الرحمة بغسطة القداس مع الكلمات اللي هي بتتضمن افتتاحية المؤتمر من ممثلي الجامعات بالعالم. كمان عم نحكي عن اليوم الأول. اليوم الأول، ومن بعدها حيكون في صلاة فوق على جبل الرحمة مع مسيرة روحية لفوق مع زخائر، وبعدها حيكون في سهرة فنية تراثية بتعرف على تقاليدنا اللبنانية لكل الأشخاص المشاركين من الدول العربية والأوروبية.
حلو، يعني دايما كل التوفيق هيك عم نحكي. هذا اول يوم، ثاني يوم ابونا ضمن البرنامج. تاني يوم حيكون بقلب بيت عنيا، بيتخللوا محاضرات، محاضرة مع الأب مارون مبارك اللي هو صار رئيس العام الجديد على جمعية المرسلين اللبنانيين موارني، هو كان معنا بموضوع قبل بمؤتمر مصر، وهلأني حيعطينا موضوع بكنوز الرحمة بيوم الجمعة. من بعدها حوالي فترة الظهر حنتوزع على مؤسسات تعنى بزبدنا حقوق الإنسان، يعني مثل أبونا مجدي علاوي عنده محلين ممكن نحن نتوجه لعندهم، في ميتم أو مأوى فينا نسميه بكفر مسحون ممكن نتوجه صوبه حسب الوقت، وأنت أخي مؤسسة أنت أخي، تيكون هالمعلومات اللي أخذناها نروح عم نطبقها مع هالأشخاص اللي هن بحاجة لوقفة حدهم. ومن بعدها أكيد بيختتم النهار ضمن بيت عنيا. نعم. ومن بعدها ثالث يوم حيكون ببشري، هذا نهار مميز لأنه في جروبات منا قادرة تبقى قبل وبعد المؤتمر مشان تعمل السياحة، ففضلنا هالنهار يكون منه سياحة دينية ومنه بنفس الوقت ضمن المؤتمر. حيكون في جماعة ببشري من جماعة الرحمة الإلهية رح تستقبلنا فوق، رح يزوروا الأرز يعني كمان أرز الرب، ورح يزوروا أرز الرب، ونتوجه على بقع كفرة على بيت مار شربل، ومن بعدها ننزل على مدينة جبيل كمان تنعرفهم على وجه السياحي. يوم الأحد حيكون بحريسة، كمان حيكون في زيارة لكنيسة مار بولس كاتدرائية يتعرفوا فيها على الكنائس تبعنا. وبلفت النظر بالقداسات، عنا قداسات حتكون بطقس القبطي، طقس الكاثوليك، طقس الماروني وطقس اللاتيني، تيكون في تنوع بالليتورجيا مع عدد المشاركين يلي هن من عدة دول. حلو، يعني فعلا هيك قديش الرب دايما بيعطينا كنوز مخفية مدفونة بداخلنا وعلينا نوصلها. إليا بكرم، يعني نعرف قديشك حبك للرحمة الإلهية وأعلانك لها من خلال عملك، من خلال فعلا كلمة التبشير، ونحن بحاجة لشبيبة نابضة بالحياة تكون رد فعل اليوم أبونا على الشبيبة اللي عم تعلن، يعني ومنصلي لهم ونحملهم دايما بصلاتنا، عم بتندد بكلمة الله. قد ايه بتلاقي دورنا فعال ولازم نكون هالحبة الحنطة اللي إذا ما ماتت ما بتقدر تعطي. أمين. أول شيء بدي أقول لك سلام يسوع حبيب القلب بقلبك وقلب كل المشاهدين، وبدي أقول دايما بشرى السارة أنه يسوع بحب كل العالم ما بيستثني حدا، واليوم الرحمة الإلهية دورة كبير خاصة مع الشباب، وبدي أقول لهم أنا كمان كشاب خبرتي على الأرض مع الشباب مش ممكن إنسان يلمس رحمة الله إلا ما يعيشها ويبشر فيها لكل العالم، لأنه الاختبار اللي منعيشه ما فينا نقول نحن ما عنا حروبات يومية، ما عنا صعوبات، ما عنا مشاكل، ما عنا فواتير، ما عنا ظروف سكنية اجتماعية، عم نعاني من مشاكل كتير ما فينا نخبيها ورا ظهرنا ما نحكي الحقيقة، بس ولكن بدنا نعمل مثل ما التلاميذ عملوا باللحظة اللي كانوا حسوا الموج عم بيجي وعم بيغرقوا، ركضوا عند ربي يسوع ما راحوا غير مطرح. أنا اليوم بدعي الشباب كله أنه ما يلتجئوا لا للمخدرات لا لأمور شيطانية ولا لأمور يلي بتحكي عن الإلحاد أو بتحكي عن بعد عن الله أو الملامة على الله. بدي أقول لهم أنه الرحمة الأولى هي يسوع، بس يتعرفوا على يسوع حبيب القلب كل شيء بيمشي وبتسهل، والرحمة بتغمر قلبهم بصير بده ينشروها لكل العالم. بدي أقول شغلة بعد زيادة، أنه الرحمة الإلهية هي مخصصة للشباب مش للكبار بالعمر، لأنه يسوع هو شاب هو إلى الأبد، ودائما هو بيحكي بلغة الشباب، وباب فرانسيس بيقول أنه يسوع هو إله المفاجآت. مجرد ما قاله يسوع أنا بحبك وبوثق فيك، هو رح يحول كل حياته ويغيرها لخير كل العالم لخير نفسه. أمين. بس أنا أهم شيء أني ما ألتجئ لوسائل ممكن تاخدني على الدمار الشامل وما أكون عم بنخدع واخدع غيري. يعني شو رح يكون دوركم بهالمؤتمر، وقديش ناطرين فعلا يعني انتظارات من ثمار روحية تكون متجددة بداخل الشبيب اليوم لحتى يطلعوا من عالم اللامبالاة وفعلا ينطلقوا نحو
الرسالة والتبشير. نحن عنا عينة صغيرة على الأرض تتضمن شباب وصبايا مليانين فرح ورجاء، بداية بعيونهم وبابتسامتهم الدائمة مع كل ظروفهم الصعبة. هذا بيأكد أنه يسوع هو الفرح الحقيقي وهو نور العالم. هذا بيأكد ورح يشهدوا لهذا الشيء بكل يوم عم بيعيشوه على الطريق، بشغلهم، بكل الظروف عم بيعيشوا الصعبة، لأنه يسوع عم بيحملوه بقلبهم وعم بيرسلوه لكل العالم بحب وبثقة مع كل الصعوبات اللي عم بتصير. دورنا نحن اليوم نقول لكل العالم اللي جاي مع كل الخبرات اللي عم بتصير انه ما إلنا ملجأ ولا معين إلا يسوع حبيب القلب، اللي هو قلبه حنون ورحيم لدرجة ما حدا بيقدر يوصفها إلا اللي اختبره. وأنا بدعي اليوم كل الشباب والصبايا اللي بعدهم عم بيترددوا يختبروا العلاقة مع يسوع، ياخدوا قرار اليوم قبل بكرة وروحوا لعند يسوع، يركعوا قدامه يقولوا لي يسوع أنا بحبك والباقي عليه. أمين. أبونا قديش نحن بحاجة نسمع لشهادات شبيبة فعلا من قلبها بتحب يسوع. وأنا تحكت لأنه إلي هيك بسمي يسوع حبيب القلب، هالقد هالعلاقة بين قريبة من يعني رب الكون، وهالقد نحن بحاجة نكون مقربين من الرب. كتار من القديسين اللي عايشوا خبرة طفولية مع يسوع، يعني عندك تريزيا طفل يسوع، عندك القديسي فوستين بتحكي معه يعني كصديق كقريب أقرب شخص لإلها. يعني حلو الإنسان يلمس هالخبرة، بس هي ما بتجي بيوم ويومين، بتجي مع عدة لقاءات لزيارات قربين. الإنسان يفشفش خلقه ليسوع، يقول له أتعابي أفكاري، هيدي هي الصلاة، إنه الإنسان يفرش قدام يسوع الهموم والهواجس اليومية، الأشياء اللي بتفشله والأشياء اللي بتفرحه نقدمها ليسوع. هو أكيد بصير يعطينا شوي شوي سلام الداخلي يلي نحنا فيه. وأنا جامعة إلي يعني بتغنى فيها مثل كل الجامعات بالرحمة الإلهية بلبنان يلي هن منتشرين بعدة مناطق من لبنان، صدقيني بيعيشوا فرح كتير حلو، خاصة بالأعمال الرحمة اللي بتتجسد من خلالهم. يعني أنا بعرف قديش بيقدموا مساعدات لأشخاص مستورين، مش بس اليوم المادي إلى دورة، الأكل والشرب هذا كله إشياء سنوي بيتدبر، بس في أوقات إنسان ما عنده حدا مقطوع يحكي له يفشفش له خلقه. فأنا بعرف كتير جامعته متنوعة المواهب وكلهم شباب وصبايا قادرين يكشفوا وجه يسوع لكل إنسان بحج لقلبه. نشكر الله. أبونا يعني كنت تحدثت عن البرنامج المفصل، ولكن يعني شو الروحانية اللي رح تكون مسكوبة، روحانية الرحمة اللي نحن علينا نوصلها اليوم للشبيبة؟ أول شيء في عنا كنوز الرحمة اللي أكيد بتتضمن عنا أسرار الكنيسة اللي لها دور كتير كبير بكنز رحمة يسوع، ولا ما كان تركها بكنيسته. تاني شيء الخبرات المتبادلة ما بين كل هالأشخاص اللي مشاركين بالمؤتمر، كل واحد حيعطي خبرة من خبراته. يعني عيش الرحمة في لبنان يختلف أوقات كتير عن طريقة عيش الرحمة بمصر، يعني المتوفر لدينا أوقات مش متوفر لقلهم هن. في عندي كمان الفلبين، عندك الدول الأوروبية هذه اللي من نتبادل خبرات من سير نحس على حالنا نحن أقوياء في الشهادة، أقوياء في نوعية العمل اللي مطلوبة منا، نغني بعضنا من خلال حتى بتنوعنا أبونا مصير نشبه بعض. شو رأيك أكيد نشوف هالسبوت يلي محضرين وكرمال هالمؤتمر أكيد ومنعلق عليه سوا؟ أكيد. أرسلني حاملا كنوز رحمتك. المؤتمر الرسولي الثاني للرحمة الإلهية في الشرق الأوسط من 15 لغاية 18 من شهر آب 2019 في لبنان، دير الكريم غسطة وبيت عنيا حريصة. مثل ما شفنا بالسبوت الفيلم المعروض نشاطات عديدة، منها مؤتمر مصر، إذا لاحظت في صورة من مؤتمر مصر، في أعلام لكل الدول اللي شاركت، واللوجو نحن اللي اخترناه يكون في كمان أعلام الدول المشاركة بالمؤتمر. هلا الأعلام الموجودة هون هي بس للشرق الأوسط، بينما هذيك الضيوف حبوا يجوا يشاركونا المؤتمر
من الدول الأوروبية والأمريكا وغيرها من الدول، بس هو المؤتمر خاص بالشرق الأوسط. بقى في عنا عيد الرحمة الإلهية اللي صار سنة بشكل حلو ومميز، مسيرة روحية من مزار سيدة لبنان من أم يسوع ليسوع، لأنه العذراء دائما بتقلنا افعلوا ما يأمركم به، حلو، توجهنا لابن يسوع. فهيدا عدة نشاطات من نشاطاتنا، أكيد مختصر صغير هاللوجو للنشاط تبعنا. نحن متأملين كتير ثمار روحية من خلال هالمؤتمر. اللي ما بيقدر يشاركنا بالعدد، لأنه إحنا العدد محصور إجمالا ببيت عنيا لحوالي 350 شخص بس حاصلين المؤتمر بهالعدد هيدا، ممكن يشاركنا عبر شاشات التلفاز، لأنه في كتير تلفزيونات حتنقل هالحدث، منهم تلمير أكيدة والأولوية، نور الشرق ونور سات. بيقدروا يقتنوا من خلال المواضيع اللي عم تنعطى، واكيد في عنا بعدين صفحة فيسبوك تبعنا راح ينشر كل شيء اخذناه تيكون زواد لك الانسان قدر شارك، واللي ما قدر شارك حتى بالمستشفيات المرضى اللي ما قدروا يشاركوا، المرضى بالبيوت بيقدروا يقتنوا كمان من كلمة الله ورحمته. نشكر الله. إلي بختم هالحلقة، يعني مرق الوقت كتير بسرعة معكم، شو الشهادة اللي حابب تعطيها؟ أنا حاب أقول أنه بدي أرجع لموضوع المؤتمر إذا بتسمحوا لي، عن نهار أول نهار الافتتاح. نعم. بحب أدعي كل الشباب والصبايا يختبروا هاللقاء المميز رح يصير، ويختبروا الفرح من يسوع، يعني يعطوا لحالهم فرصة مثل ما بيروحوا على كونسرت أو بيروحوا على أي حفلة أو على باب، يعطوا فرصة لحالهم يعيشوا مع شبيبة وصبايا عم بيعيشوا الفرح والرحمة لا حدود لها. بقى أنا بدعيهم اليوم يتصلوا بجامعات الرحمة الإلهية ويحجزوا المقعد لهم أو الكوبون اللي رح يطلع لهم ليعيشوا هيدا الفرح، ومن بعدها هن رح يكونوا رسل الرحمة الإلهية، لأنه مش ممكن إلا ما يلمسوا ويعرفوا رحمة الله ومحبة الله الكبيرة اللي نطرتهم. ودائما بكل مؤتمر بيكون في نعمة خاصة، وبس يكون في نعمة خاصة يعني في حرب كبيرة. أنا بقول له اليوم لكل شاب لكل صبي ولكل أم لكل بي، احجزوا لهم لأولادكم هيدا المؤتمر لأنه رح تعيشوا فرح السماء. وأنا بشكرهم بقول لهم يسوع بحبكم كثير. أمين أمين أمين. أبونا الكلمة الأخيرة أكيد لا. بدي ألفت نظر على سبوت بآخره، ورد رقمين هودي الأرقام ليتصلوا فينا اللي بحب أنه يشاركنا بهالمؤتمر، يعني بعده الباب مفتوح. المجال في يقدر يشارك كل المؤتمر، وفي يشارك بالافتتاح وبالختام لأنه المكان جوا مفروض يكون محجوز من قبل، يعني العادة مشان أشياء تنظيمية. وأكيد مدعوين للافتتاح وللاختتام للمؤتمر، ونطلب من يسوع يباركنا يباركنا يعطينا سلامه ورحمته دائما تكون عم ترفقنا. أمين. شكرا لكم حضرة الأب ميلاد السقيم، مرشد عام جماعات الرحمة الإلهية بلبنان، وأيضا الأستاذ إيليا أبي كرم مسؤول اللجنة الأرضية لتحضير مؤتمر الرحمة يلي رح يصير مشاهدينا مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة من 16 لغاية 18 آب المقبل بفترة عيد السيدة. وهالفترة بنعرف كل اللبنانية يعني معيدين في هالعيد الرسمي، العطلة الرسمية، اغتنموا الفرصة، عيشوا الفرح الحقيقي السلام يلي مع الرب لا يزول ولا ينضب. ناطرينكم تشاركوا معنا بهالمؤتمر، وهلأ للأسبوع المقبل رح نلتقى معكم ضمن برنامج نور جديد عبر نور الشرق مباشرة على الهواء. بدي أتمنى لكم فعلا أوقات مليانة من رحمة الله، من كنوز نعمته يلي مخبية بقلب كل واحد منا، حتى نعرف نقول له شكرا لك يا رب على كل نعمة. إلى اللقاء.